إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الوباء الجديد اسمه عنق المحمول. يبدو إننا داخلين على وباء جديد بيسموه عنق المحمول. الدراسات الحديثة أظهرت إن الأطباء جراحي العظام والعمود الفقري على مستوى العالم بدأوا يلاحظوا ملاحظات جديدة، إن الناس اللي بيشتكوا من آلام الرقبة وأعلى الظهر في تزايد مستمر على غير المعتاد. والدراسات دي كمان قالت ملاحظة خطيرة جدا، إن نسبة كبيرة منهم من صغار السن، والأخطر من كده إن نسبة مش قليلة منهم بيتعرضوا للإصابة بالانزلاق الغضروفي اللي مش من المعتاد أبدا إنه يحصل في السن الصغير. لما بدأ العلماء يبحثوا عن سبب التغير في الفئة العمرية للأعراض دي وسبب ظهورها وظهور مشاكل فقرات الرقبة في سن صغير بعد ما كان معظم الناس اللي بيشتكوا من كده كانوا من كبار السن، وجدوا إن سبب ده هو استخدام التلفون المحمول لفترات طويلة. أطباء الأشعة اللي شاركوا في الدراسة دي في لوس أنجلوس لاحظوا إن في تقوس في فقرات العنق للأمام عند ناس كتير من اللي عندهم آلام في الرقبة، وده بسبب تركيزهم في المحمول لفترات طويلة. الطبيعي إن فقرات العنق عندنا بتكون مقوصة للخلف، لكن لاحظ أطباء العظام إن المشكلة دي بتكون معها تقوس في فقرات العنق للأمام. ده بيحصل ليه؟ لأن متوسط وزن الرأس في الوضع الطبيعي، الرأس الطبيعي بتاعنا هو حوالي 5 كيلوغرام، في حين إن وضع النظر للمحمول واللي بتكون فيه الرأس ميلة للأمام بزاوية 45 درجة ويمكن أكتر، ده بيزود الحمل بتاع وزن الرأس على فقرات الرقبة لأكتر من ضعف أو ضعفين الوزن الطبيعي، وده بيعمل حمل كبير على فقرات العنق لدرجة إن شبهوا التأثير اللي بيحصل على فقرات العنق وأعلى الظهر بإنه يشابه حمل طفل عمره 8 سنين لمدة عدة ساعات خلال اليوم. الحل إيه؟ الحل إيه في مشكلة عنق المحمول؟ المشكلة مش في المحمول، المشكلة في الوضع اللي احنا بناخده أثناء تصفح المحمول، هو وضع ثني الرقبة للأمام. علشان كده أول نصيحة هي تغيير طريقة حمل الهاتف المحمول أثناء استخدامه. إزاي؟ إنه يكون في مستوى العين بحيث تكون الرقبة مستقيمة والعمود الفقري مستقيم، ولازم تاخد فترات راحة بين كل وقت والتاني. والحاجة التانية والمهمة جدا، إن طالما مش هنقدر نستغنى عن التليفونات المحمولة لأنها بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا، يبقى لازم نؤهل عضلات العنق للحمل التقيل ده. نأهلها إزاي؟ عن طريق إيه؟ عن طريق الرياضة، ممارسة تمارين رياضية لتقوية عضلات الرقبة والعنق والكتف وأعلى الظهر. العضلات اللي حوالين الفقرات العنقية بيتعمل لها تمارين اسمها تمارين شد وتمارين معينة للحفاظ على كفاءتها، وبكده نقدر نتفادى الوباء المنتظر، وباء عنق المحمول. دمتم سالمين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.